نستكمل رسم الصورة أو ملامح المشهد الانتخابي من خلال محافظة السويس اللي طبعا فيها منافسة شديدة من خلال جولة الإعادة. طبعا برحب بيك يا سيد، وطبعا تقول لنا آخر التفاصيل المتعلقة بجولة الإعادة في السويس. صباح الخير يا هشام. صباح الخير على السادة المشاهدين. بالطبع في اليوم السنة الانتخابات هيكون الأقبال أعلى بكتير عن اليوم الأول. اليوم الأول شهد طبعا تنافس كبير من المرشحين، لكن كان بعد عصر أمس كان في نوع من يعني الأحوال الجوية والرياح والأتربة كان لها طبع تأثير، لكن النهاردة طبعا في سباق سخن جدا بين الأربع مرشحين اللي بيخدوا انتخابات الإعادة داخل محافظة السويس. بالطبع بيدعوا أنصارهم للمشاركة. محافظة السويس عبارة عن دائرة انتخابية واحدة بتضم أحياء الأربعين والجناين وعتاء وفيصل، بتضم 480 ألف ناخب داخل المحافظة. التصويت بيتم بالطبع داخل 154 لجنة انتخابية في السويس. أعتقد أن اليوم النهاردة هيبقى أقوى بكتير وساخن انتخابيا يعني بالطبع. والحقيقة يعني اليوم الأول لم يشهد أي تجاوزات أو خرط انتخابي من أي نوع داخل المحافظة، ولكن شهد حالة واحدة هي وفاة ناخب بعد الإدلاء بصوته داخل لجنة إحدى اللجان الانتخابية بقرية جنيفة بحي الجناين، الله يرحمه طبعا، من قدم التعازى لأسرته. ولكن النهارده طبعا في اليوم الثاني للانتخابات اعتقد ان الاقبال هيبقى اعلى بكتير باذن الله. بشكرك جدا زمانه السيد نون مراسلنا من السويس، بشكرك الف شكر. وده كان مشاهدينا مرور سريع على بعض المحافظات اللي بتشهد انتخابات جوله الاعاده في انتخابات نواب 2020.